كان نفسي ما تعرفيش يا شهيرة، بس خلاص الدنيا كلها عرفت. أنا مش فارق معايا الدنيا كلها، أنت المهم بالنسبة لي. هتعمل إيه في الحكم ده؟ إن شاء الله الاستئناف يلغي. إحنا عمرنا ما عملنا كده يا شهيرة. هنعمل كده ليه؟ إن إحنا نستورد مادة فعالة درجة تانية ولا تالتة، ولا إحنا محتاجين فلوس ولا مستعدين نخاطر باسمنا. بس إن شاء الله المحامين يقوموا باللازم والحق يبان. مصدقني يا شهيرة صح؟ أقسم بالله ما أعرف أي حاجة عن المادة الفعالة دي، ولا أعرف حتى دخلت إزاي. عندك شك في كده؟ لا مصدقاك. طارق فين؟ أنا مش شايفاه من امبارح.